وانت تتضايقي ليه؟ انت ما خسرتيش اي حاجه، شغلك هو هو وحياتك هي هي. كفايه يا يوسف، مالك رايح فين؟ هكون رايح فين يعني؟ صاحبك بيسجل لنا كل اللي عملناه عشان ما نعرفش نفلفص منه ويلوي دراعنا، يا نكمل معاه بقى لحد الاخر يا اما بقى ننفضح. انت عارف الفيديو ده لو وصل للنا او حتى للبوليس ايه اللي ممكن يحصل؟ افتح البتاع ده، افتح البتاع ده يا ابني. هو اللاب ده هيفرق معاك في ايه دلوقتي؟ هولع فيه يا يوسف، هولع فيه. اللاب ده عليه كل الماتيريالز اللي متسجل لنا من اول يوم اتقابلنا فيه هنا بقى وفي الشوارع وفي البيوت. ادم صاحبك بيسجل لنا صوت وصوره حتى على سرايرنا يا يوسف. ادم رد عليه، عشان لو ما ردتش انا اللي هكسر الباب ده. ما تنطق. هو انتوا ليه محسسيني ان انتوا متفاجئين؟ ما احنا من اول يوم اتقابلنا فيه وانتوا عارفين كويس قوي ان مفيش دقيقه لراغب او ريهام الا وبتتصور صوت وصوره وبتتسجل كمان. انت نفسك لما دخلت مكتب راغب كنت بتصوره، والبيه صاحبك كان قاعد في عربيته وبيسجل له. ايه المفاجاه في الموضوع؟ ايه الجديد يعني؟ يا بني ادم ده فيه ايه؟ الماتيريال تحت مش في جيبه عشان تروح. انت بتدافع عنه؟ يا ابني ما بدافعش عنه ولا حاجه، انت فاكر ان انا ما اقدرش اقاومه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على ماتيريال تحت في هاردات مش في طار بيت. ادم احنا نسجل لراغب لرهام للجن الازرق مش مهم، نعرف ان الماتيريالز موجوده عندنا مش مهم، بس الماتيريالز دي تنزل على النت؟ لا. اولا انا ما نزلتهاش على النت، انا بعتها على تليفوناتهم وعامل الفيديو حمايه ما ينفعش يتشاف غير مره واحده وبعد كده يتمسح ويتشال. ثانيا هو احنا كنا بنسجل لهم ليه؟ عشان نجيب فشار ونقعد نتفرج مع بعض، ولا بنسجل لهم عشان نهددهم؟ وعشان نهددهم لازم الماتيريالز دي توصل لهم عشان يتحركوا زي ما احنا عاوزين. اه بالظبط زي ما انت بتقول بالظبط، بس زي ما انت عايز مش زي ما احنا عايزين. اوكي ماشي مفيش مشكله، زي ما انا عايز. المهم ان احنا مش هنستفيد اي حاجه الا لو استخدمنا الماتيريال زي ضدهم. وعشان انت تستفيد احنا نتفضح. مفيش حد هيتفضح يا مالك. لا هنتفضح يا ادم، الفيديوهات دي لو وقعت في ايد اي حد يخصنا هنتفضح انا ومالك. وايه اللي يخلي الماتيريال زي توصل لاي حد اصلا؟ انا هستفيد ايه لو الماتيريال زي وصلت لحد يخصكم؟ ايه وجه الاستفاده؟ ايه اللي انا هكسبه يعني؟ وانت كنت كسبان ايه يعني لما ورطتنا معاك يا ادم؟ لا كنت كسبان، كسبان طبعا. انتوا عملتوا لي حاجات انا عمري ما كنت هقدر اعملها لوحدي من غيركم. يا حمار افهم، الفيديو ده لما يوصل لريهام وراغب في نفس التوقيت ريهام هتترعب، ومش هيبقى ليها ولا مخلوق في العالم ده كله تلجأ له غيرك، وساعتها يبقى جبناها على حجرنا، لانها لازم تختفي من حياة راغب. ريهام دي اللي شايلة سر راغب كله، عمرها ما كانت هتقول لنا على السر ده، بس دلوقتي وهي خايفة أكيد هتقول، ومش بمزاجها، على الأقل علشان نحاول نقدر نساعدها إنها تتخلص من راغب قبل ما يوصل لها ويمحيها من على وش الدنيا، لأن ريهام دلوقتي بقت خاينة. خاينة يعني لازم تموت، فهمت؟ يعني الماتيريالز دي مش هتقع في ايد اي حد؟ انت بتساله ومستني تصدقه؟ انت عبيط يا يوسف. الفيديو ده مش موجود غير على تليفونك انت بس يا مالك، يعني لو ريهام او راغب حبوا انهم يشغلوا الفيديو ده تاني مش هيشتغل. يا سلام، واحنا هوبل بقى عشان نصدقك. ها بالظبط، افرض اي حد فيهم عمل له داونلود واحتفظ بيه عنده في الجهاز. يا ابني داونلود ايه؟ بقول لك انا بعته على التليفونات وعامل له حماية، مش هيتشاف غير مرة واحدة وبعد كده يتشال من عندهم. ماشي أنا معاك، حاولوا يعملوا له داونلود ويسجلوه عندهم، هيسجلوه فين؟ يا إما على تليفوناتهم يا إما على الأجهزة اللي معاهم. طب ما احنا شغالين على كل الأجهزة اللي هم عايشين بيها، يعني برضو كنت هعرف وهخش واشيله وامسحه. إيه؟ أنتوا فاكرين نهبل؟ أنا عامل حساب كل حاجة، كل حاجة. عربيتك معايا يا يوسف. مالك؟ خليك في حالك يا يوسف.